متتبعي قناة الوطنية، خاصة برنامج أسواس الوطنية. البرنامج اليوم تنقل لولاية مستغانم، بالضبط يعني في دائرة بوغيرات بحي 212 مسكن، باش نشوفوا الحالة الصحية للأخ نجيب لطرش. الأخ لطرش، مرحبا بك معنا في برنامج أسواس الوطنية. مدى بينا يعني تحكي لنا الحالة الصحية اللي وصلت لها للمشاهدي نتاع قناة الوطنية وخاصة برنامج أسواس الوطنية. السلام عليكم. انا الاولى كاع كان فيها سكر، ايو كنت مخليه نستهزاء كاع، ايو السكر غير بسياسه وليت نقص في الشم، وليت نشوف ايا من بعد كي وليت نشوف، من بعد وليت ندير دياليز، ولات فاني لاطونسيون، فيها لاطونسيون كيما دروك ما صايم، مانيش نشوف قاعد، نسبه الاعاقه 100%. ايا قعدت كيما هكا، فوت هنايا وليت نروح بشار وكاع قعدت تعامل انا معاهم. ايا بشار قالوا لي الماتيريال تاع لوبيراسيون تاعك ما كاش. ايا زدت قعدت راني في شحال بالك 6 سنين ولا كيما هكا. ايا كونتاكتيت اوبيتال في اسبانيا، رسلت لهم رابور ميديكال وكاع، ايا شافوا رسلوا لي الورقه تاع العمليه تاعي، قالوا لي عندك عمليه، العمليه ب 350 مليون. 350 مليون نورمالمون 6000 اورو للعين الوحده. ايوا راني قارع. يعني العمليه هذه اللي طلبوها عليك في المستشفى نتاع اسبانيا، يعني يعني 360 مليون ولا 355 مليون؟ نعم. 50 و60. كاش من بعد هذا النداء يعني كاش ما يعني تواصلوا معك محسنين، يعني كاش ما تبنى كاش واحد ولا يعني تقدر تحكي لنا؟ واه درت واحد الفيديو في الفيسبوك. ايوا جا عندي واحد، المهم الله يكثر خيره، من سيدي علي ما نعرفهش. أيوة. اعطاني مبلغ تاع 11 مليون و400 الف. الله يبارك. وكاين ناس هكا شويه يعاونوني، كاين واحد جارنا هنا بصح ماشي تال تما، كيما دروك المبلغ راه واصل حتى ل 15 مليون. يعني 15 مليون. واه مازالك يعني. مازال راني بعيد بزاف كيما هكا. لا لا ما راك لا بعيد لا والو، احنا يعني ثقه تاعنا كبيره يعني في الشعب الجزائري. واه كاين ناس محسنين وكاين ناس الخير وكاين على بالي. وانا نتمنى من هاد الناس زعما باش يعاونوني في وجه الله وصح. وهذا المبلغ يعني فيه لا بريزون شارج، يعني فيه كامل، يعني تروح فيه التفوات، فيه الدواء، فيه المباته، فيه لا كل لا يعني لا لا يعني باش المشاهد يفهم. لا واش فيه يعني اكزاكت؟ فيه العمليه 6000 اورو وقيلة للعين الوحده. وقالوا لي انت كي تجي عندنا اللي قد تجي 10 ايام قبل صح نسويفوك ولا ما على بالش، ودير حسابك في ديك ال 10 ايام كيما انا من نروح غادي نروح فيزا وكاع في ديك ال 10 ايام ندير دياليز نديرهم فاني بالدراهم، نروح للكلينيك تما تما هذه 350 ولا تاع العمليه برك. ايوا تما تبقى هذيك تاع تماك، مي تقعد تماك ودير دياليز كيما 10 ايام على الاقل، دياليزي فيها 5 ايام خاطش انا نهار بنهار ندير دياليز صح. على الاقل 5 ايام تاع دياليز ديرها في كلينيك بريفي عندهم فاني يعني عياده خاصه. ايوا كيما عياده خاصه. دروك باش ما نطولوش عليك وانت راك شويه تعبان، تقدر تحكي لنا على الدياليز كاش الناس تفهم؟ المشكل كاين مشكل واحد، مشكل تاع السكر. سكر وا كي العينين كي دياليز صح. السكر اصلا غادي كي طاكي واحد غادي عندها العينين والخلاوي هادو زوج. ايوا الاولى انا توشيت في عينيه صح. وليت نقص غير بسياسه وليت نفوت عليهم وكاع. ايوا ما انتبهتش للكلاوي، كلاوي فاني ما حدروني ما علموني ما والو، حبسوا ديريكت ولا طلع لي لاطونسيون، لاطونسيون ولا طلع لي 20 23 والصغيره حتى 12 13 14. اي قالوا لي اللي قد تشوف كارديولوج. ايوا رحت عند كارديولوج عطاني لي زاناليز شاف لي، قال لي اللي قد تدخل للسبيطار. دخلت داروا لي دياليز ديريكت. هذه هنا في مستغانم يعني في ليزو. هذه هنا هو انا في مستغانم. كيما انت يا الاخ نجيب يعني شحال كانت في عمرك باش حكمك يعني مرض السكر هذا؟ تقدر تحكي للمشاهدين وكيفاش بديت تعالج فيه يعني؟ واه تفضل. هذاك هو المشكل، تعوين انت في السكر هو اللي دار لنا المشكل. دروك راه في عمري 34 عام، انا مي كانت في عمري 6 سنين ركبني السكر، كنت صغير من 6 سنين هو فيا تما من الصغر وكاع بنادم يستهزى صح، ما تعيرش ما تحاولش دير ريجيم وليت ناكل حلو وليت ايا كي كبرت راني في واحد عندي واحد 6 سنين ولا 7 سنين باه وليت هكا ولا في هذو المشاكل تاع السكر والدياليز والعينين وكاع. تما السكر ملي كان في عمري 6 سنين هو اللي دار لي المشكل. يعني مين كان في عمرك 6 سنين يعني وحكمك السكر عينيك ما نقصوش يعني؟ لا 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 كنت عادي كنت عادي كنت ما نعاير السكر ما نحوس والو، ناكل كل شيء فاني كل شيء ناكل. كي كبرت هو كان يخدم في خدمته ديجا، ايا كي كبرت وقعوا لي هذ المشاكل وديجا كانوا يوصوني الناس
اللي يحرز روحك السكر العيني لا ضياء الكلاوي بصح ما تحاول ما زعما صرالكش بروبليم ما استهزيت يعني بارك الله فيك استهزاء وصار ناكل كل شيء ندير كل شيء هيا تصرى هذا المشكل الحاله اللي راك واصلها يعني حاله ماشي سهله يعني ما نتمنوها حتى الانسان انا راني باغيك توجه رساله للمحسنين والمشاهدين تاع برنامج اسواس الوطنيه ماذا بيا رساله خاصه واش تقول تفضل سي انا نقول لهم هاد الناس اللي راهم يشوفوا المحسنين ماشي شرط واحد ولا زوج بيعاوني بمبلغ كبير كاع اي واحد غادي يشوف هاد الحصه هذه يعاون الا بغى بحاجه قليله وغيب شويه بشويه ونوصلوا للمبلغ اللي رانا نحوسوا عليه بصح كون واحد يقول لا انا ما نطيقش نعاونه مبلغ كبير غادي ما نديروا والو راني طالب زعما من الناس محسنين اي واحد يشوف يعاون باللي شي بشي اللي طاق عليه بنوصلوا للحل وان شاء الله يشوفوا هذا الحصه ويتعاونوا معايا وربي يحفظهم وجزاهم الله خيرا وخاصة يعني في الكواليس قلت لي باللي العيادة هذه يعني معطينك كم بورسنتاج نتاع نجاح العملية نتاعك تقريبا 98% يعني احنا بقات لنا في المشاهدين يعني كان امل احنا ماذا بين المشاهدين تاعنا نتاع البرنامج والشعب الجزائري احنا دايرين فيه ثقة كبيرة يعني صحاب خير يعني الشباب غادي نقول لهم راهم يشوفوا الحالة تاعي وراهم يشوفوا اللي راني زعما جان صغير كيما يقول لك مازال ما درت والو في هذه الدنيا يعاونوني على الاقل نولي نشوف دروك بنادم ما يشوفش ودياليز ولا طونسيون قاعد صوالح في حاله واحده والسكر زعما شويه صعيبه شويه على الاقل على الاقل عمليه كتعينين دياليز ما دياليز نورمال كاع الناس راه كاين مرضى راه معايا بزاف بصح على الاقل كيما يقول لك نسلكوا حاجه سيتو العينين انا ديجا كيما العينين حاجه صغيره كاع نبغي نعير سكر ولا نبغي ناكل دواء وما يجيش واحد يشوف لي ما ندير والو خلينا من هذيك تاع تخرج ولا تبغي تروح عند الحمام زعماك خلينا منهم اللي يكون معك واحد زعما تجيك ابسط الاشياء نكون قاعد كون نفشل ولا نبغي نعير سكر ما كاش لي واحد يشوف لي لازم لي واحد يشوف لي ما كاش كيفاه ولا نبغي ناكل دواء ولا ها غي هذه نورمالمون تكفي غي هذه تكفي الله يجعل لي يتعاونوا معايا ويشوفوا حالتي وصاي هذا مكان انت شخصيا راك دير ثقه في الشعب الجزائري بالبزاف كاع بالبزاف كيما الشعب تاعنا الجزائري اللي عارف اللي يتعاون مع الشعب اللي كيما هو يتعاون معاه بالبزاف كاع عندي فيه ثقه كبيره ما نكذبش عليك ربي قدرنا باش نوصل الرساله نتاعك للشعب الجزائري الغادي انتما فاني الله يحفظكم العفو وربي يحفظكم ان شاء الله كيما يقولك خطوة بحسنة وما فانيش قيتوا عندي وجيتوا عندي الله يحفظكم إن شاء الله وربي يقدركم إن شاء الله السلام عليكم هاد الولد ولدي أنا ما عندوش بابه يتيم وراها يشحن من العام راه يعاني أنا راني نحشم فيكم بالله اللي في قلبه الحنانة يعاون هاد الولد راه يشوف قال لي يا ماما راني نشوف الظلمة والظلام نطلبوا الله ولي أمة النبي اللي يدير سيبها غادي هذه فايته يا الرئيس سبون هذا ولدك عاونوه يدير عمليه وشوف ضو الدنيا حشمتكم بالله راه صايبغي واحد الولد كيما ولدي كلي جبتو من الكرشي هو يدخلوه هو يخرجوا عند الله مين يقول لي ماما مانيش نشوف نعطي له الكاس في يده وياكل نقوده من يجي رايح يجي لابيلونس تديه نخرج ولدي يجي من لابيلونس يجي يديه ويقول لي الله يشافيه نقول لهم فمك ربي هذا ولد صغير وجاي للدنيا راني نحشم فيكم يا أمة النبي يا أمة رسول الله هذا الولد ولدكم ماشي ولدي أنا تبون هذا ولدك وتصيبه حشمتك بالله ولي راك طالبها تكمل لك عند الله هذا ولدك جبت لك الله وجبت لك الكريشة اللي زدت منها حشمتك هذا ولدك راه يشوف غير الظلمة في الظلام ما عندوش بابه عنده ربي وانايا والحباب الحمال ديهم ربي هو اللي جازيهم قاع وقفوا معاه عند ربي قاع راهم واقفين معاه دايرينه ولدهم والله لمين يروح يصلي الجمعة لهم يدهم يجيبوه عند الله وربي هو اللي شاهد فرجوا عليه حشمتكم ربي فرجوا عليه هذا الولد هذا فيه لاتونسيون فيه السكر في الكلاوي يدير دياليز قال لي ياما راني غابن قلت له ما تغبنيش ولدي انا اللي نفتح لك ونعطيك دعوه الخير انا راني معاك ما تخافش الا خطيتك انا ربي لك
انا راني معك يا ولدي وين ما يروح الصباح نقول له روح تربح ولدي وربي معك، يقول لي امين اما يجي رايح ما نفطرش حتى اللي يجي ولدي يا تبو نسمعني الكبده هذه الكبده ما نخش طيفوريتها اللي يجي ولدي نجيب. بابه ما عندوش مات هذا شحال وخليهم لي صغار وخدمت عليهم درت الطابليه وخدمت عليهم قلت ما نخليش ولادي يمدوا يديهم للناس انا نخدم عليهم خدمت على ولادي والحمد لله وصبرت ونانيت وعندي دي المكتوب عندي زوج ملايين في الشهر تبون زوج ملايين ما يقدونيش حشمتك بالله ها زوج كي ندير لهم خطرات مين يشرو له الدواء بيشري بالكارطة مين ما يكونش عنده يلق له الدرهم يا أم النبي راني نحشم فيكم عاونوا هذا الولد عاونوه وقصيبوا كل شيء غادي كل شيء يتحجر لكم غادي عند الله عند ربي يتحجر لكم هنا هذه فايته اليوم كاين غدوه ما كاش جاهدكم بالله والنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلامي راني قلت لكم وليق في قلبه الحنانه وقلبه حنين يتقدم لهذا الولد انا اش نقول لكم واللي تطلبوها تكمل لكم عند الله وربي هو اللي يجازيكم ماشي انايا ربي هو اللي يجازيكم هذا راه يشوف الظلمه الظلمه في الظلام كاين اللي بعينيه ويقول لك مانيش نشوف بصح هذا مسكين والو والو انا نعاير ولدي السكر وانا نعاير له لا طونسيون وانا نعطيه الدواء وانا نديه لبلاصتو يرقد الحمد لله راه صايبني انايا ما صايبتي واحد انا ندي ولدي ونخرج ولدي وعندي حبيب ولدي كل اللي جبته من الكرشي يا ربي راك شاهد غير فتح له قول له روح وين ما الباب اللي طبطب فيه ينحل في وجهك تاع الخير قول له يا ولدي اللي طبطب فيه ينحل في وجهك تاع الخير راني نحشم فيك بالله واسمح لي ولدي والله لا سمحوا لي لا يجيب له نعال يلبسها له نقول له اسمح لي ولدي قول لي ماما معليش قول له روح يا ولدي الباب اللي طبطب فيه ينحل في وجهك هذه عديم وراك تخرجه وراك تدخله وربي هو اللي يجازيك ولدي مشي انا راك دير الغادي وصلاه النبي فوت معاه النهار نفطره نفد امي عناتي ويصلي يقول لي ما فرشيني فرش له الطابيه صلي ونقول له طلب الله ونديه يرقد ويعيط لي ماما ماما رباحي اشتاوى لولدي يقول لي ماما عيري لي وجيبي لي ناكل نعيط الله والمكتوب اللي كاين نجيبه لولدي اسمعوني يا عباد الله يا أمة النبي نجيب له ياكل ونفد عليه طبطب هذا الولد الله يكمل ما رمت مني يجي يديه تامين تفوت العيشة يجيبه نعشي ولدي ونعطيه دواه ندير له يدير دواه ويعاود يخرجه ويعاود يجيبه انا شنو نقول له اللي يطلب هات تكملوا عند الله هذا ماني طالبه وانتم ربي يحفظكم والله يكملكم ما راكم متمنين الباب اللي تقصدوه ينحل في وجهكم تاع الخير والله يرد عليكم الوالدين هذا ما نقول لكم علاش راه شايفني ولدي ولدي طفل صغير جاي للدنيا غدوة كون نخط عيشكم به أو ما عندوش اللي يواسي عليه طيح السكر في اللي تانا نكون حاضرة معاه نخرج نخرجها معايا اسمعوا يا أمة النبي نخرج ولدي معايا ما خليهش هنايا مكاش اللي ساعده مكاش اللي يوقف معاه ما عندوش اختو عنده ربي وانا عنده الله وانايا نخرج ولدي معايا ما خليهش وانا نمكله وانا نشربه وانا تتركه وسمحوا لي لا بغيت الله تتركه وانا نلبسهم له نقول له ها ولا القدام منا والغولاني منا ها كون نخطي انا ما كاش اللي يدمر عليه الباب يقعد هنا يتبلع عليه الباب ما كاش اللي يجيب له جغمامه كما يطلطبش عليه هذا الولد ربي جابوا له ماشي انا ربي هو اللي جابوا له ربي هو اللي جابوا له يا الشعب الجزائري يا أمة النبي راني نحشم فيكم بالله فاني هذا ولدكم وتسحقوه اللي هان منكم اللي هان منكم يا كون ترفدوا له غير فاتحه من عند الله لو كان ترفدوا له غير فاتحه وربي هو اللي شافيه اللي كان منكم هذا الولد عاونوه يروح يدير عمليه باه يشوف ضوء الدنيا
هذا طفل صغير وجاي الدنيا حشمتكم بالله، وجبت لكم الكريشه اللي زدتوا منها، وجبت لكم الوالدين. ما ديروش، ما ديروش لي انا ولا ليه، ديروا غادي ديك الدار هذه فايته يا ام النبي. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شي مطرف الله نولي نمشي ونحشم في ربي، مين نخرج منا من داري نقولوا يا ربي راني تاكله عليك، ماني تاكله تاع لا واحد. مين نروح نجيب داك المكتوم نقولوا يا ربي راني رايح نجيبه، بصح رجع لي فيه البركه. واه لله ولدي، نقول له رجع لي فيه البركه، ناكل انا وليدي. ولا خاصو حاجه نشري لولدي، ما نطمعش حتى في واحد، نطمع في الله. خدمتي حلاليه. ماتوا خلاهم لي صغار، هذا خلاهم لي مولا ست سنين قضبه، مولا سيزون. كان يحكي لنا. واه مولا سيزون قضبه. اي والاخر خلاهم لي مولات الله عالم مولا 10 سنين مولا جيزون هاك. اي درت الطابليه على ولادي، ما عنديش اللي يخدم لي على ولادي. الحمد لله. ما يطبطوش في البيبان. كاين اللي يبغوك كاين اللي ما يبغوش. واه ها ولدي، كاين اللي يبغي وكاين اللي ما يبغيش، كاين اللي قلبه حنين يلزق ليه، وكاين اللي قلبه ماشي حنين ما يلزقش، تلزق غير المهمه. نقولوا الله يجيب الخير ان شاء الله. ان شاء الله، الله يجيبها ان شاء الله. نتمناو يعني من الشعب الجزائري كما قلنا العظيم الابي ان شاء الله باش يوقف مع ولدنا نجيب لاتروش ويبعثه ان شاء الله للمستشفى الخاص هذا باسبانيا باش يدير العمليه نتاع الدياليز ويدير العمليه على عينه، خاصه على العين. خاصته يا ام النبي على عويناته باه يشوف ضو الدنيا ويرفد يديه لله وينرفد انايا يا ودي، نجي فرحان انا ولدي ان شاء الله. ان شاء الله بربي، بربي ان شاء الله. واللي تطلبوها تكمل لكم، واللي عنده الدريه الله يسجيها له ويخرجوا له ان شاء الله كاع حلالين يا ربي. آمين. والعاقبه زينه ولا كل شيء يفوت. والله تقشعر له الابدان يعني حقيقه. يعني انا خدمت مع الزميل عبد الرزاق من علاوالي، نوجه له التحيه من البرنامج، يعني هو معد البرنامج والمقدم تاعو. والله اول يعني حاله في ولايه مستغانم اللي نتاثر بها بزاف نتاع ولدنا وخونا نجيب لطروش. نتمنى من الشعب الجزائري العظيم الابي كما قلنا في الكلام تاعنا انه يتبنى هذه الحالة الصحية هذه ويبعث ولدنا نجيب في عمره 34 سنة، يعني شاب مازال يحتاجه الوطن المفدى، يعني تحتاجه الجزائر باش يبعثه لإسبانيا باش يدير العملية الجراحية، خاصة الوالدة نتاعو راه يتأكد، خاصة قالت لك على عينيه باش يشوف الدنيا هذه. يعني الإنسان ماشي سهلة، الضوء تاع العين ماشي سهلة، ودياليز ثاني وعنده مسكين لاتونسيون يعني ضغط الدم، ماشي حالة يعني اللي سهلة. نتمنى من الشعب الجزائري إن شاء الله باش يوقف معنا في الحالة هذه، وإن شاء الله يكون الخير. ورانا دايرين فيكم ثقه كبيره يا ايها الشعب الجزائري العظيم، بارك الله فيكم. تابعونا، راه عندنا الزميل تاعو، يعني الزميل تاعو هو اللي راه اللي حكت لنا عليه الوالده دروك، يعني حمادوش هذا هو اللي راه واقف معه يعني ليلا نهارا، يعني قالت لك كيما ولدي، يعني كيما ولدته، يعني هي يعني ولد الجار بصح راه قايم بالواجب نتاعو تجاه صديق، يعني صديق الطفوله. السلام عليكم خاوتي. هذا راه خويا عند ربي وجاري، كل يوم نجي نطمئن عليه ونخرجه باش يفاجئ على روحه. نطلب من الناس المحسنين والشعب الجزائري، عندي امل فيكم بربي ان شاء الله، عاونوه ووقفوا معاه وما يكون غير الخير ان شاء الله. نجيب نجي عندها صباح دي فوا، انا ثاني نعير الله ملي ما تكونش الوالده تاعها هنايا، نعير الله نرفده، ودي فوا نقول لها خرج معايا شم شويه هواء، نروحوا نجمعوا عند الدار ونعاود نرده. يوميا نقضي معها النهار، دائما نقضي معها عند ربي دائما. وش نقول، ربي يجازيكم على كل خير، ونتمنى تعاونوه ان شاء الله، وربي يحفظكم اكثر من خويا. ما نبغيش عليه اكثر من خويا. نحس كي نشوفه ما نطيقش نشوف فيه، والله ما نطيق نشوف فيه، اقسم بالله ما نطيق نشوف فيه، نتاثر بزاف والله ما نطيق نشوف فيه. كان بعويناته، كان يخدم على مويمته، والله لا كان يخدم عليه، كان يخدم عليه، نشهد عليه بالخير، والله لا كان يخدم عليه، كاع الناس تبغيه، كاع الناس تبغيه، اقسم بالله لا كاع الناس تبغيه، كاع هنا في الكارطي في مستغانم اللي يعرفه والله لا يجوا عنقوه ويسلموا عليه. نتمنى ان شاء الله تعاونوا يا ربي ان شاء الله. الله غالب، الله غالب. قال لي يما كون جيت بعيني نعاونك. اما قال لي الله غالب كون جيت، راه خويا، راه خويا عند ربي. قلت له معليش انا دعوت الخير تاعي، قلت له راني هنا نوقف معك حتى التاليه. يحفظك يا ولدي.
ونطلب ثاني مهمتي والناس المحسنين يدعوا له ويعاونوه وفيها خير ان شاء الله، وربي يشافيه ويعافيه ان شاء الله. كاع اللي مريض الله يشافيه ان شاء الله. كما شفتوا مشاهدينا الاعزاء، هذا النداء يعني اللي فات معنا في برنامج اسواس الوطنيه للاخ نجيب لطروش. انا من هذا المنبر اناشد الشعب الجزائري الابي، احنا ماذا بين هذا الشعب اللي نعزوه ونحترموه ونعرفوه باللي يوقف مع الناس والحالات اللي كما هذه. ان شاء الله ما تبخلوناش ويبعثوه لاسبانيا، يعني مبلغ 350 ولا 360 مليون ماهيش حاجه كبيره يعني على الشعب الجزائري الابي. وبارك الله فيكم وراكم ملفتونا، يعني احنا برنامج اسواس الوطنيه يعني دائما بكم انتم، احنا رانا واقفين واحنا والله ما جملنا بلا مزيتنا، احنا الناس كيما هادو نوقفوا معاهم ونزيدوا نمدوا من عندنا غير باش تدخل السعاده والخير لهذا الانسان لقلبه وللعائله نتاعو. كما شفتوا مشاهدينا الاعزاء، يعني هذه هي حاله خونا يعني نجيب لطروش البالغ من عمر 34 سنه، الساكن بحي 212 يعني مسكن بدائره بوغيرات. والله يعني حقيقة حالة يلفى لها، يعني احنا نتمنى من الشعب الجزائري كما قلنا باش يوقف مع خونا نجيب لطروش ويوقف معه. ورسالتي يعني للشعب الجزائري الأبي، خاصة أبناء مستغانم مقاولين مستثمرين أصحاب مال وأصحاب جاه، باش يوقفوا مع ولدنا وخونا نجيب. 360 مليون ولا 350 مليون والله مبلغ زاهد، يعني ماشي حاجة اللي تشد، قادر يعني في 48 ساعة 48 ساعة 3 أيام يعني نرفدوا هذا المبلغ ونبعثوا ولدنا ويروح لإسبانيا ويدير العملية وينجح ونفرحوا به ونفرحوا معه. الأم دموعها غالية بزاف، يعني خاصة تأثرنا صديق طفولة قريب بكى، يعني دموعه مؤثرة. والله حاجة يعني مش صعيبة على الشعب الجزائري الأبي. ماذا بينا رسالتي من هذا المنبر من برنامج أسواس الوطنية باش تقفوا مع ولدنا نجيب لطروش. كيفاش تتواصلوا معه؟ غادي نخلو لكم في اسفل الشاشه رقم الهاتف نتاع خونا نجيب لطروش، ونخلو لكم رقم الحساب الجاري تشوفوه في الشاشه. بارك الله فيكم، نتمنى ان شاء الله الرساله نتاعنا والنداء نتاعنا هذا يوصل للسلطات العليا في الوطن، رئيس الجمهوريه، وزير الصحه، والي ولايه مستغانم سي عيسى ابو لحيه اللي نعرفوه انسان طيب وانسان فيه الخير. نتمنى من الشعب الجزائري خاصه اللي انا شخصيا ندير فيه ثقه كبيره باش يوقف مع ولدنا نجيب لطروش. الى هنا ناتي الى نهايه برنامج اسواس الوطنيه، ترقبونا في عدد جديد وحاله صحيه جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.